ارتفاع درجات الحرارة وبدء فصل الصيف، أصبح الهروب إلى الشواطئ الساحلية الملاذ للمواطنين على ساحل البحر الأبيض المتوسط. من مدينة العلمين الجديدة، حيث تتميز بشواطئها الخلابة ومياهها الفيروزية، حيث استعدت هذه المدينة الساحرة لاستضافة المهرجان في نسخته الثانية، حيث يبدأ في فترة من 11 يوليو حتى نهاية شهر أغسطس. العلمين الجديدة مصاريفها مش كتير غير اللي احنا بنسمعوه، وسرعة يعني الرئيس الله يبارك له عامل الصح كله. والله هي حاجة كويسة جدا ان الشاطئ ده مفتوح لأي حد يخش براحته، اللي معاه كراسي اللي معاه شماسي، ما فيش أي فلوس مادية دفعت ولا واحنا داخلين ولا واحنا قاعدين، فحاجة بلاش يعني، حاجة كويسة. العالمين حاجة تحفة يعني، كل اللي معمول فيها دي حاجة خيال أوروبية يعني. والله هو الجو هنا جميل والبحر ما فيش أحلى منه كده. أنا جاي من الصعيد من جنة عشان أنا أخد يومين هنا في العلمين. شاطئ العلمين المجاني من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث يستمتعون الوافدين على الشواطئ بأجواء جميلة ونزول المياه الصافية، حيث يمكن للزائرين الدخول إليه في أي وقت دون دفع رسوم، وذلك للاستمتاع بمياه البحر الفيروزية وليشاهدون الأبراق الشاهقة ورؤية تصميم المباني على ساحل الشاطئ. موجة تلاحق موجة أخرى وتمر الأوقات الحلوة سريعا، لكن تبقى الذكريات محفورا ويستمر الغزل بين البحر والشاطئ. هكذا هو المشهد من شاطئ بحر العلمين الجديدة. ندى سرور، إكسترا نيوز.